السلام عليكم ورحمة الله. هذا تحليل الوحدة الثانية للصف الثالث الأساسي للفصل الدراسي الثاني لمنهج سلطنة عمان. في بداية الوحدة الثانية يقوم الطالب في هذا النشاط بعمل سيرفي استطلاع رأي من خلال تعبئة هذا الجدول. يكتب هنا أسماء ستة من زملائه، أو تقوم الطالب بكتابة ستة من زميلاتها. الأسماء هنا نكتب الأسماء، وهنا عادة كل شخص في تناول وجبة الإفطار، أي ماذا تعود أن يأكل أو يتناول على وجبة الإفطار، ما هي الأطعمة. كما نلاحظ هنا مثلا ناصر، الطالب يكتب عن ناصر فيكتب تشيز، يتناول الجبن، بريد، الخبز، إيجز، البيض، تي والشاي. لبنى نفس الشيء، بيتزا، توست، أورنج جوس، حسينة، باستا، سوب، جام، ميلك، أحمد، هاني ديتس، بنانا، توست، ليلى، أوليفز، أبل، تشيكن، كوفي، راشد، إيجز، نودلز، كورن فليكس، ميلك. ثم يقوم هنا الطالب بالكتابة عن هؤلاء الأصدقاء أو الزملاء في الصف مستخدما بريزنت سيمبل، المضارع البسيط، لأن هنا عادة عند هؤلاء الأشخاص في تناول تلك الأطعمة على وجبة الإفطار. فمثلا هنا مثال: سالم يوجوالي، هنا عادة أو غالبا، هاز بريد، هذه الأكلات التي يتناولها، بريد، هاني، أند جلاس أوف ميلك فور بريكفاست. الطالب فقط يغير اسم الشخص والأكلات، أما باللون الأسود لا يقوم بتغييرها. هنا يكتب الطالب عن ناصر مثلا: ناصر يوجوالي هاز تشيز، هاز معناه هنا eat، نفس الشيء eat، يتناول. استخدمنا هاز وليس هاب لأنه أو الطالب يتحدث عن شخص واحد وهو ناصر. إذا هاز تشيز يعمل قمة، بريد قمة، إيجز. قبل الشيء الأخير يذكر and و some milk for breakfast. for breakfast يكررها الطالب أيضا، usually هاز يكررها الطالب، فقط يغير أسماء الأشخاص و الأكلات التي تعود تناولها على الإفطار. مثلا الطالب تكتب عن لبنى: لبنى usually has pizza, toast and some orange juice for breakfast. تكتب أيضا الطالبة عن مثلا صديقتها حسينة، تكتب: حسينة usually has pasta, soup, jam and a glass of milk for breakfast. هذه عادة حسينة في تناول الإفطار. الطالب مثلا يكتب عن زميله أحمد: أحمد usually has honey, dates, a banana and toast bread for breakfast. الطالبة تكتب عن زميلتها ليلى: ليلى usually has olives, an apple, chicken and coffee for breakfast. هنا الطالب يكتب عن صديقه أو زميله راشد: راشد usually has eggs, noodles, cornflakes and a glass of milk for breakfast. نلاحظ بأننا فقط نغير هذا باللون الأحمر الأكلات أو الأغذية التي يتناولها كل شخص مع تغيير الاسم. طبعا هنا يكتب الطالب عن نفسه عادته في تناول وجبة الإفطار، سيستخدم I لأنه يتحدث عن نفسه. I usually have، لن يستخدم has لأنه لا يتحدث عن غيره، عن مفرد، يتحدث عن نفسه. عندما نتحدث عن أنفسنا نستخدم الفعل المساعد have وليس has. I usually have bread, jam, an orange and a cup of tea for breakfast. الطالب يغير هذه الكلمات الزرقاء حسب الأطعمة التي يتناولها على وجبة الإفطار. هنا بعض الأطعمة قمت بتجميعها لكي يحفظها الطالب، هي مهمة جدا، سوف أقرأها. beans, beans, butter, butter، طبعا البتر يقصد بها الزبدة هذه وليست هذه الخبزة، هذه اسمها التوست، الخبزة المحمصة هذه. إذا بطر، تشيز، تشيز، تشيكن، تشيكن، كوفي، كوفي، فيش، فيش، فروت، فروت، كورن فليكس، كورن فليكس، إيجز، إيجز، أنابل، أنابل، جام، جام، meat, meat, milk, milk, noodles, noodles,
أورنجوز، باستا، بيتزا، رايس، سوب، تي، طبعاً سوب هو الشوربة، فيجيتابلز، يوغوت هو زبادي، كولا، سالاد، توست هو الخبز المحمص هذا، ديتس، هاني، أوليفز، أبانانا، مانجو جوس. هذه مهمة جدا للطالب أن يعرفها لكي يعبر عن ذلك. هنا من هذا المثال الجميل في المنهج يتعلم الطالب present simple المضارع البسيط or present continuous المضارع المستمر. سنفهم ذلك من خلال كما قلت هذا المثال الجميل جدا. هنا هذا الشخص كما نراه اسمه سالم، نقرأ عنه، هنا سنقرأ عنه مستخدمين present simple المضارع البسيط، سنذكر عادته في الحياة اليومية. سالم usually eats his lunch at 3 o'clock. سالم طبعا يعمل في مكان ربما هو بعد الدوام يتناول الغداء متأخر، إذا الساعة الثالثة. إذا لم نستخدم always، استخدمنا usually لأن عادته في تناول الغداء ليست كل يوم، ربما فقط أثناء الدوام. أما في الإجازة فهو يتناول الغداء قبل الساعة الثالثة، ربما الساعة الثانية أو الواحدة والنصف. He always eats chicken and rice and some fruit for lunch. هنا هو دائما يتناول هذه الوجبة المفضلة لديه، الدجاج مع الأرز وبعض الفواكه على وجبة الغداء. هنا الوضع يختلف عند سالم، هنا استثنائي. كيف ذلك؟ سالم is in Dubai on holiday today. نتخيل سالم بأنه اليوم متواجد في دبي، طبعا لن يتناول هذه الوجبة، سيتناول شيء مختلف لأنه شيء استثنائي. He isn't eating chicken and rice and some fruit. نلاحظ هنا هو لا يأكل أو لا يتناول الآن الدجاج مع الأرز ولا توجد فواكه، يتناول شيء آخر الآن. مثلا اتصل بنا زميل ويخبرنا ماذا يفعل الآن في تلك اللحظة، سيقول He is eating pizza and a big ice cream. هو الآن يتناول كما لاحظ بيتزا وبوضة كبيرة، a big ice cream. إذا هذا هو استخدام present continuous المضارع المستمر عندما نتحدث عن شيء يحدث الآن. من خلال أمثلة سنفهم ذلك. يكمل الطالب هذه القواعد. مثلا we use the present symbol، نستخدم المضارع البسيط for things we do every day، للأشياء التي نقوم بها كل يوم، وليس شرط كل يوم، ربما مرتين في الأسبوع أو 5 مرات في الأسبوع، أهم شيء تكون هذه عادة وروتين يومي في حياتنا. هنا مثال، سالم goes to school at 7 o'clock. إذا سالم مثلا يذهب إلى المدرسة الساعة 7، ربما هو معلم مثلا، فدائما الساعة 7 يكون يعني في المدرسة، يذهب في هذا الوقت، أو يكون طالب مثلا. إذا عادته اليومية. We use the present continuous. أما المضارع المستمر نستخدمه for facts، نذكر حقائق. ما هي الحقيقة هنا عن سالم؟ He is from عمان، بأنه من عمان، أي أنه عماني. إذا هنا is تبين بأن هنا present continuous. نعود لل present symbol. We use the present symbol، نستخدم المضارع البسيط with، نستخدم هذه الكلمات للتكرار، هذه وهذه وهذه للتكرار، تكرارنا لشيء معين. مثلا الطالب يقول I always pray in the mosque، أنا دائما أصلي في المسجد. معنى ذلك بأنه يصلي الفروض الخمسة بخمستها في المسجد. أما لو قال I usually pray in the mosque، معنى ذلك بأنه يصلي فقط مثلا 3 صلوات أو 4 صلوات، أما الفجر مثلا يصليها في المنزل مثلا. Sometimes هنا لما قلنا يتفيق، عندما يعني يكون فاضي يصلي في المسجد، فيقول I sometimes pray in the mosque.
أنا أحيانا أصلي في المسجد، أما هنا لا يوجد تكرار، هنا يومي بشكل يومي، لم أذكر شيء بشكل يومي. I always pray in the mosque every day. هنا إذا استخدمنا every day لا نستخدم هذه الكلمات، لا نقول I always pray in the mosque every day، إنما نقول I pray in the mosque every day. ما هي الأمثلة هنا؟ سالم usually eats his lunch at 3 o'clock. هنا قلنا تكرار ولكن ليس تكرار يعني 100%، هنا أقل. إذا تناول وجبة الغداء هذا الوقت ربما في 5 أيام ويومين قبل ذلك ربما الساعة 2. He always eats chicken and rice and some fruit for lunch. هنا الدجاج والأرز وجبته المفضلة، فمعنى ذلك هو كل يوم يتناول هذه الوجبة مع بعض الفواكه. Some fruit for lunch. هنا ليس for breakfast كما قلنا سابقا، هنا for lunch على الغداء. He prays every day. هو يصلي كل يوم. We use the present continuous for actions happening now. نستخدم المضارع المستمر لنذكر أحداث تحدث الآن أمام عيوننا أو أثناء حديثنا عنها. مثلا شخص عند سالم فيتصل بنا ويخبرنا، نسأله عن سالم، ماذا يفعل سالم الآن؟ فيقول لنا سالم is eating a big ice cream. والله سالم الحين جالس مثلا يأكل بوضة كبيرة. هذا هو المضارع المستمر. هنا جدول قمت بعمله وضح فيه present symbol والpresent continuous. قلنا present symbol نستخدمه للديلي روتين، للروتين اليومي الذي نقوم به. هذا لديه روتين يومي هذا الشخص. ما هو روتينه اليومي؟ هو أنه ينظف هذه السيارة أو سيارته. طبعا ضميره هي سيكون هي، أو ممكن نذكر اسمه مثلا علي. He cleans his car twice a week. هو يقوم بتنظيف السيارة أو سيارته مرتين في الأسبوع. إذا هنا عادة وروتين يومي. نلاحظ هنا بأننا أضفنا حرف الأس إلى الفعل كلين. لماذا؟ أولا لأننا في البريزنت سيمبل، نحن الآن في المضارع البسيط، وثانيا لأن الفاعل مفرد نتحدث عنه. هنا سنتحدث عن هذه الفتاة. طبعا بما أنها مؤنث سيكون ضميرها شي وليس هي. هي للمذكر، شي للمؤنث، ضمير مؤنث أي هي. She sends emails every day. هنا نلاحظ أن الفعل كذلك أضفنا له S. لماذا؟ لأننا أولا في المضارع البسيط، ثانيا لأننا نتحدث عن مفرد وهي الفتاة، فتاة واحدة. She sends emails every day. إذن هنا عادة عند هذه الفتاة في إرسال الإيميلات، أي أنها ترسل إيميلات كل يوم. هنا أيضا سنتحدث عن هذا الحيوان وهو مفرد ولكنه غير عاقل. إذن مدام أنه غير عاقل سنستخدم الضمير it، ضمير غير عاقل. It always chases animals. نلاحظ بأن هذا الحيوان لديه عادة يومية متكررة 100% always. إذن ليس لديه عمل سوى مطاردة الحيوانات، إذن هو دائما يطارد الحيوانات. أيضا الفعل chase أضفنا له حرف الأس لأن قلنا لأننا في المضارع البسيط present symbol، ولأن من نتحدث عنه مفرد وليس جمع، مفرد وليس جمع. إذن always معنى ذلك كل وقته وهو يطارد الحيوانات. هنا نلاحظ بأننا سنتحدث عن جمع. هنا تحدثنا عن مفرد وأنا مفرد وأنا مفرد، هنا سنتحدث عن جمع. نلاحظ هنا جمع من الطلاب أو من اللاعبين، فضميرهم they play. ونلاحظ بأننا لا نضيف حرف الأس للفعل عندما يكون نتحدث عن جمع. إذن they play volleyball at weekends. إذن هم يمارسون هذه الرياضة كرة الطائرة في الإجازات، يعني في جمعة وسبت، أو جمعة والسبت لما يكون إجازة. في دول غير مسلمة عندهم السبت والأحد وهكذا. إذن they play volleyball at weekends. إذن كل إجازة هم يقومون بهذا العمل وهو هذه الرياضة. هنا أيضا هنا جمع عاقل، هنا جمع غير عاقل. لجمع العاقل الضمير ذي، ولجمع غير العاقل أيضا نفس الشيء الضمير يكون ذي.
they swim in groups. إذن هنا عاد عند هذه الأسماك أسماك القرش بأنها تسبح في مجموعات. إذن هنا عادة ما زالت متكررة في حياتها إلى يومنا هذا. نلاحظ أننا لم نضف أسل الفعل لأن من نتحدث عنهم جمع. هنا هذا الولد سوف يخبرنا بنفسه عن عادته في الحياة. سيقول I usually drink milk. أنا غالبا أنني أشرب حليب. يعني ليس كل يوم، ربما عندما يتوفر الحليب أو 5 مرات في الأسبوع. أيضا لا نضيف حرف الأسل الفعل عندما نتحدث عن أنفسنا. هنا هؤلاء الأشخاص سوف يحدثوننا بأنفسهم عن نفسهم، سيذكرون عادتهم في الحياة. We sometimes go to the cinema. نحن أحيانا نذهب إلى السينما. إذن ضمير من يتحدثون عن أنفسهم we أي نحن. Sometimes هنا تبين بأنهم يعني ليس كثير جدا يذهبون إلى السينما، ولكن أحيانا عندما يعني يشتاقون إلى السينما أو ينزل فيلم جديد مثلا. go لم نضف لها es لأن أو s طبعا ما es لن انتهت بالO، لا نضيف لها es. لماذا؟ لأن من يتحدثون عن أنفسهم جمع. هذا بالنسبة لي من يتحدثون عن أنفسهم. هنا الدكتور يحدث هذا ويذكر له عادته التي يعرفها عنه. يقول له you eat too much junk food. أنت تأكل الكثير من الطعام أو الطعام يعني السريع أو الوجبات السريعة. إذن عندما نخاطب شخص يو، وعندما نخاطب أشخاص أيضا يو، عندما نخاطب نساء نفس الشيء يو. إذن يو للجميع سواء شخص أو أشخاص. إذن يو أيضا لا نضيف حرف الأس إلى الفعل كما نلاحظ، لأن نخاطب شخص أو نخاطب أشخاص فيعتبر جمع. نعود الآن إلى present continuous. عندما كنا نذكر حقائق، ما هي هذه الحقائق؟ سنذكر حقيقة عن هذا الشخص. He is a doctor. إذن هذا طبيب. إذن إلى الآن هو ما زال طبيب. فنستخدم present continuous. is هو الدليل على ذلك. هذه الفتاة سنذكر عنها حقيقة. ما هي؟ She is Chinese. هي صينية. إذن هذه جنسيتها بأنها من الصين. أو she is from China. هنا سنذكر حقيقة عن هذا الحيوان. ما هي الحقيقة؟ It is dangerous. بأنها خطيرة. إذن هذا الحيوان خطير. الحقيقة بأن هذا الحيوان خطير. نذكر صفته بأنه dangerous. هنا سنذكر حقيقة عن هؤلاء الأشخاص. They are students. بأنهم طلاب. إلى الآن هم ما زالوا طلاب في المدرسة. They are. طبعا استخدمنا are لأنهم جمع. هنا is لأن هذا مفرد وهذا مفرد. وكذلك الولد وهذا الشخص مفرد. نستخدم is مع الجمع، نستخدم are وليس is. أيضا سنذكر حقيقة عن هذه الأسماك، أسماك القرش. they are huge بأنها ضخمة. إذن هي كما نراها ضخمة إلى الآن. هذا سيخبرنا عن حقيقة عن نفسه. سيقول I am 13 years old now. أنا عمري الحين 13 عاما. إذن هو عمره في هذا الوقت الذي يخبرنا فيه، فيستخدم present continuous. هؤلاء سيخبرونا عن حقيقة عن أنفسهم. We are happy now. ونحن سعيدين الآن. نلاحظ بأنهم سعيدين الآن. إذن هذه حقيقة عنهم الآن. هذا أيضا الدكتور سيخبر هذا المريض بحقيقة عن نفسه. ماذا سيقول له؟ You are fat. أنت سمين أو أنت بدين. إذن هذا يخبره عن حقيقة معينة. هنا سنذكر استخدامات الـ present simple. قلنا نستخدمها للديلي روتين، للعادات اليومية التي نقوم بها. هنا كما نلاحظ عادات في حياة هؤلاء الأشخاص. كل واحد لديه عادة في حياته. مع العادات نستخدم action verbs أو يسميها dynamic verbs اللي هي أفعال التي بها حركة. teach التدريس به حركة. play اللعب به حركة. تشيز المطاردة به حركة. إيت عندما نأكل هناك حركة. كوك الطبخ به حركة. ووش الغسيل به حركة. رن الركض به حركة.
سنلاحظ هذه الأشياء من خلال أمثلة. ما هي العادات عند هؤلاء الأشخاص؟ مثلا نحن نتحدث عن أنفسنا، نقول we play football in the evening، نحن نلعب كرة قدم في المساء. إذا هنا عادة في ممارسة هذه الرياضة. نلاحظ بأن play جاءت بدون أس لأننا نتحدث عن أنفسنا. توم always chases Gary، كما نشاهد في الرسوم المتحركة كل يوم نلاحظ بأن توم يطارد جيري. إذن هنا عادة في المطاردة، وأضفنا حرف الأس إلى الفعل تشيز لأن الفاعل مفرد، وهنا present simple مضارع بسيط في عادة في المطاردة. I sometimes eat pizza for breakfast، هنا أنا عادتي في تناول البيتزا، ليس دائما ولكن أحيانا عندما تتوفر أو عندما يعني أجدها يعني مطبوخة في البيت أقوم بأكلها. إذن I sometimes eat، eat جاءت بدون أس لأنني أتحدث عن نفسي. Pizza for breakfast. My mother cooks food every day، هنا عادة عند الأم، الأم كل يوم تقوم بطبخ الغداء، إذن عادة في حياتها، وليس معنى ذلك بأنها تقوم بطبخ الغداء الآن، ولكن نذكر ذلك بشكل عام بأنها متعودة أو معتادة على طبخ الطعام كل يوم. إذا أضفنا للفعل كوك حرف الأس لأننا نتحدث عن أم واحدة مفردة، نحن نتحدث عنها وليس هي تتحدث عن نفسها. هنا أيضا عادة عند عاملة المنزل، the housemaid washes the clothes in the morning، إذا هنا عادة عند عاملة المنزل بأنها تغسل الملابس فقط في الصباح، إذا هي تغسل الملابس في الصباح عادة يومية في حياتها. أضفنا للفعل إس لأن نتحدث عن عاملة منزل واحدة، ولماذا أضفنا إي؟ لأن ووش انتهت بشاء، يجب أن نضيف إس بدل إس. هنا سنذكر عادة عند هذه الأم، عادة الأم في المنزل، الأعمال الروتينية التي تقوم بها في اليوم. إذا عندما نذكر روتين يومي في حياة شخص نستخدم present simple المضارع البسيط. هنا سنرى ذلك، طالب أو طالبة تتحدث عن أمها، ماذا تقول؟ My mother washes the clothes، أمي تغسل الملابس. معنى ذلك بأن هنا عادة عند الأم في غسيل الملابس، أي أنها كل يوم. ممكن الطالبة أن تذكر every day أو she always، هي دائما washes the clothes. إذن جميع الأفعال سنضيف لها أس، لماذا؟ لأن الطالبة تتحدث عن مفرد وهي الأم. She sometimes waters the garden، هنا ذكرنا sometimes لنبين بأنها ليس دائما تقوم بسقي الحديقة، ولكن أحيانا عندما ترى بأن الحديقة أو الأشجار تحتاج الماء ولا يتواجد شخص من أفراد الأسرة لكي يسقي الحديقة فتقوم بذلك. إذا ليس كل يوم وإنما أحيانا. نلاحظ الأس بعد الفعل water، صارت water لأن نفس الشيء تحدث عن الأم وهذا ضميرها. She cooks the food، أيضا هي تقوم بطبخ الغداء. She hoovers the house، أيضا تقوم بكنس البيت أو المنزل بالمكنسة الكهربائية. She washes the dishes، أيضا تقوم بغسل الصحون. هذه عادات عند الأم. هنا الآن سنستخدم المضارع المستمر present continuous، لماذا؟ لنذكر حقائق عن أشخاص. إذا هذه البنت سوف تذكر لنا بنفسها حقائق عن نفسها، تقول لنا I am from France، أنا من فرنسا. إذا هي ما زالت من فرنسا إلى الآن. I am a student، إذا أنا طالبة. إذا هي ما زالت طالبة إلى الآن. I am tall، أنا طويلة. إذا هي كما نرى ما زالت طويلة إلى الآن. I am smart، أنا ذكية. إذا أكيد هي ذكية إلى الآن. I am kind، أنا طيبة، يعني تذكر حقائق عن نفسها، أنا طيبة. إذا هي طيبة إلى الآن. I am 12 years old، أنا عمري 12 عام. إذا عمرها الآن أثناء حديثها عن نفسها. هنا أنا الطالب يذكر حقائق عن عمان، عن سلطنة عمان. ماذا سيقول؟ عمان is a beautiful country، عمان دولة جميلة. إذا عمان، عمان ما زالت جميلة إلى الآن. It is in Asia،
إذن عمان إلى الآن ما زالت في قارة آسيا. It is clean. عمان إلى الآن ما زالت نظيفة. It is an Arab country. عمان ما زالت إلى الآن دولة عربية. It is bigger than Kuwait. عمان إلى الآن يعني كما نرى هي أكبر من الكويت مثلا. طبعا استخدمنا am الأفعال am لأن هذه تتحدث عن نفسها. هنا استخدمنا is لأن نحن نتحدث عن شيء مفرد. هنا الطالب يتحدث عن شيء جمع. ما هي هذا الجمع؟ هي الحيوانات، هذه هي الفيلة. Elephants are huge animals. إذا نستخدم are لأن الطالب يتحدث عن جمع. إذا إلى الآن ما زالت الفيلة ضخمة كما نرى. إذا إلى الآن هي حيوانات ضخمة. They are friendly ولكنها إذا هي أليفة ودودة يعني غير مؤذية، ليست خطيرة كالنمور أو الأسود. إذا they are friendly فعل are. They are strong هي قوية. إلى الآن هذه حقيقة عنها بأنها قوية، هذه كلها حقائق. They are grey نذكر لونها هي رمادية. إلى الآن لم يتغير لونها إلى لون آخر، ما زالت إلى الآن هي رمادية. They are from Africa هذه من أفريقيا وليست من آسيا، ليست من آسيا. إذا هذه حقائق نذكرها. مستخدمين present continuous نعود إلى present simple المضارع البسيط عندما كنا نذكر our daily routine روتيننا اليومي. الطالب هنا يطلب منه مثلا أن يكتب عن روتينه اليومي، مثلا يقول I get up at 5 o'clock أنا أصحى من النوم الساعة الخامسة وهكذا. I eat my breakfast at 6:30 أتناول الإفطار في هذا الوقت. I go to school at 6:45 يعني أذهب المدرسة السابعة إلى ربع وهكذا. يذكر حقائق. طبعا لم نضف أسئلة الأفعال، لماذا؟ لأن هنا الشخص يتحدث عن نفسه، الطالب يتحدث عن نفسه فلا نضيف حرف الأس. مثلا يقول I do my homework at 4 o'clock هنا عادات عند هذا الطالب. هنا أيضا نفس الشيء يذكر هذه العادات عن نفسه، عادته اليومية أو روتينه اليومي. مثلا I usually have a shower before I eat my breakfast. هنا بطريقة أخرى ممكن أن يذكر هذه العادات في حياته. هنا عادات في حياة هذا الشخص ما إلى الآن يقوم بها. هنا ننتقل إلى المضارع المستمر. قلنا نستخدم المضارع المستمر عندما نذكر حقائق وأيضا عندما نتحدث عن أحداث تحدث مباشرة أمام أعيننا. يتخيل الطالب بأنه ينظر من نافذة الصف ويخبر المعلم بما يراه، والطالبة تخبر المعلمة عن ما تراه مثلا. إذا الطالب يخبر ينظر إلى هذا الشخص وهو يجري فيقول سالم is running to the beach now. سالم يجري إلى الشاطئ الآن. إذا هو سالم مستمر في الجري أثناء حديث الطالب عنه. إذا الآن هو سالم يجري الآن. إذا نستخدم is طبعا لماذا؟ لأن سالم مفرد. ثم رن نضيف له ing لنبين الاستمرارية. مثلا اتصل الأب مثلا يسأل بنته عن زوجته، ماذا تفعل أمك يا فلانة؟ فتقول الطالبة أو البنت ليلى أو my mother is cooking the lunch at the moment. ممكن نستخدم now أو at the moment. إذن ليلى أو الأب يتصل بزوجته يسأله عن ابنته ليلى، فتقول الأم ليلى is cooking the lunch at the moment. ليلى تطبخ الغداء الآن. إذا ليلى مستمرة في طبخ الغداء أثناء حديث الأم عنها. إذا هذا هو المضارع المستمر عندما نصف أحداث تحدث الآن أثناء حديثنا عنها. هنا مثلا شخص يسأل أين فهد وأخوه، فيخبر أحدهم عنهم قائلا فهد and his brother فهد وأخيه are playing football. إذا أثناء حديث ذلك الشخص عن فهد وأخوه معنى ذلك بأنهما يلعبان مستمرين في لعب كرة القدم. طبعا نستخدم are لأن من نتحدث عنهم جمع، وplay نضيف لها ing فتصبح playing football. إذا فهد and his brother are playing football الآن هم
يلعبان كرة القدم أثناء حديثنا عنهما. هنا الأم تنادي هذه الفتاة، تقول لها ماذا تفعلين يا فلانة، فترد هذه البنت I'm sending emails now، أنا أقوم بإرسال الإيميلات الآن. إذن هي أثناء حديثها مع أمها هي بالفعل تقوم بإرسال الإيميلات، مستمرة في إرسال الإيميلات. هنا الأب يسأل عن بيتر، يقولها أين بيتر، فترد الأم بيتر is watching TV at the moment، بيتر يقوم بمشاهدة التلفاز هذه اللحظة. إذن أثناء حديث الأم عن بيتر، بيتر مستمر في مشاهدة التلفاز. استخدمنا is لأننا نتحدث أو الأم تتحدث عن شخص واحد وهو بيتر، ونضيف لها ing كما نلاحظ. هنا أيضا نتحدث عن جامع الطلاب، مثلا شخص يسأل أين الطلاب الآن، فنقول عنهم The students are listening to the teacher، الطلاب الآن يصغون إلى المعلم، أو The students are learning English، الآن يتعلمون اللغة الإنجليزية. إذن هنا استمرارية في الإصغاء. طبعا استخدمنا R لأننا نتحدث عن مجموعة ثلاث طلاب كما نلاحظ. listen نضيف لها أي فتصبح listening. هنا أيضا هذا الشخص يخاطب هذا الشخص، يقول له you are taking my backpack، أنت تحمل حقيبة ظهري. إذن الآن هذا يحمل حقيبة ظهر هذا الشخص، وهذا الآن يكلمه. إذن عندما نكلم شخص نخاطب نقول له you، نستخدم طبعا R حتى لو كان شخص واحد، عندما نخاطب شخص أو أكثر من شخص نستخدم you are. إذن هذا هو المضارع المستمر. هاتان الفتاتين تخبرانا بما تقومان به الآن، نسألهم ماذا تفعلان الآن، فتقولان we are playing together now، ونحن نلعب معا الآن. إذن هما أثناء حديثهما معنا مستمرتين في اللعب مع بعض، هذا هو المضارع المستمر. هنا مثال جميل جدا، الطالب من خلال جملة يفهم هل العبارة في المضارع البسيط أم المضارع المستمر، فيختار من هنا. هنا اخترنا المضارع المستمر، لماذا؟ لأن الشخص يقول لك look انظر the sun is shining، إذا أكيد أن الشمس في تلك اللحظة ساطعة يعني تسطع. إذا look دليل أنه الآن مباشر، يتحدث مباشرة. إذا نستخدم present continuous. ما هي usual؟ عندما نرى usual نعرف أن هنا عادة، إذا أكيد راح نذهب إلى present simple. إذا ما هي usual drinks، نختار drink وليس is drinking، إذا معناها ليست هي ليست تشرب الشاي الآن، ولكن عادتها في شرب الشاي. عندنا نذكر عادة نستخدم present simple. إذا ما هي usual drinks، ولما أضفنا S لأن مها مفرد. تي فور بريكفاست. بي كوايت، شخص يقول لك انتبه أو اهدأ أو كن هادئ. سالم is sleeping now، لماذا استخدمنا المضارع المستمر؟ لأن سالم الآن نائم مستمر في النوم، أثناء ما هو يقول لك اهدأ كن هادئا، يعني لا تعمل ضوضاء. وكلمة now أيضا معنى ذلك الآن مباشرة، لأن نستخدم sleeping وليس عادة sleeps. Tarek usually eats breakfast at 6 o'clock، إذن هنا usually تجعل هنا عادة، ومع العادة نستخدم present simple المضارع البسيط، ونضيف S لأننا نتحدث عن طارق، نضيف للفعل S طارق مفرد. إذن عادة عند طارق في تناول الإفطار في هذا التوقيت، ليس معنى ذلك بأنه الآن يتناول الإفطار، لا، هو متعود أن يتناول الإفطار في هذا الوقت. هنا أيضا I go to bed at 9 o'clock every day، إذا نفس الشيء، هنا عادة في الذهاب إلى النوم في هذا الوقت، لا ليس معنى ذلك بأنه الآن نائم، لا، أو الآن هو ذاهب إلى النوم، لا، هنا عادة في الذهاب إلى النوم، إذا هو متعود أن يذهب إلى النوم في هذا الوقت الساعة 9 كل يوم every day.
سعيد اند احمد ار بلاينج فوتبول ناو. كلمة ناو تدل على ان الحدث يحدث الان وليس عادة. اذا نستخدم المضارع المستمر ار بلاينج. ولماذا ار؟ لان هنا سعيد او احمد، نتحدث عن سعيد واحمد شخصين. ار بلاينج فوتبول ناو في هذه اللحظة. لا نستخدم بلاي عادة وانما الان مباشرة. هذا هو الفرق بين البريزنت سيمبل والبريزنت كونتينيوس. هنا نذكر في الصورة الأولى عن صورة نعبر بعادة، وهنا بشيء يفعله الآن. إذا he goes to school every day. إذا ذهاب هذا الولد للمدرسة عادة. كريم نستخدم معه present simple المضارع البسيط. هنا لا، الآن نسأل عنه أين فلان ويخبرون عنه هكذا. he is watching television now. والآن أثناء حديث ذلك الشخص عنه هو مستمر في مشاهدة التلفاز. إذا هنا present simple وهنا present continuous. إذا he is watching television now، هو الآن يشاهد التلفاز. هنا أيضا عادة عند هذه الفتاة. she prays every day، هي تصلي كل يوم. عادة، هي لا تقوم بالصلاة الآن أثناء حديثنا عنها، ولكن نذكر عادة عنها في الصلاة. ولكن لو سألنا الأم أين فلانة ماذا ستقول؟ she is eating an ice cream now. إذن هي تأكل آيس كريم كما نلاحظ أثناء حديث الأم عنها. الآن هي مباشرة أمام عيني الأم، تراها الأم وهي تأكل الآيس كريم. هنا عادة في اللعب، هؤلاء يلعبون كل يوم، فنقول عنهم they play football every day، هم يمارسون هذه الرياضة كل يوم. هنا نذكر عنهم عادة، ليس معنى ذلك بأنهم يلعبون الآن، لا، ربما هم نائمين الآن أو يتسوقون أو، ولكن نذكر عنهم عادة في حياتهم. هنا لا، هنا نسأل عنهم أين فلان وفلان، فيخبرنا أحدهم قائلا they are reading stories now، إنهما يقرآن قصص الآن. هم جالسين يقرؤوا قصص كما نلاحظ مباشرة أثناء حديث ذلك الشخص عنهما، ليس عادة. هنا أيضا سنذكر عادة عند هذه القطة. ما هي عادة هذه القطة؟ It drinks milk every day. هذه القطة تشرب الحليب كل يوم. إذن عادة، ليس معنى ذلك بأنها تشرب الحليب الآن، لا، عادة أنها تشرب الحليب معناها تحب الحليب. هنا لا، نسأل عن القطة الآن أين هي القطة، فيجيبنا أحدهم It is sleeping now، إنها نائمة الآن. إذن أثناء حديث ذلك الشخص عنها هي مستمرة في النوم، هي نائمة. إذا هذا هو الفرق بين present simple والpresent continuous. هنا نفس الشيء، الطالب أو الطالبة تذكر، مثلا طالبة تذكر عادة في حياتها وتذكر ما تفعله الآن. مثلا العادة في حياتها تقول I hoover the house every day، أنا أكنس المنزل كل يوم، أقوم بكنس المنزل كل يوم بالمكنسة الكهربائية. يسألونها أين أنت الآن، مثلا ما تناديها، ماذا تفعلين الآن يا فلانة، فترد I am watering the garden now، أنا أسقي الحديقة الآن. إذا هي مستمرة في سقي الحديقة أثناء إجابتها على سؤال أمها أو أثناء حديثها مع الأم. ربما الأم هنا وتناديها فتقول I am watering the garden now، أنا أقوم بسقي الحديقة الآن. هنا أيضا درس مهم، we usually begin an instruction، من ضمن استخدامات المضارع البسيط أن نبدأ الجمل الفعلية بإعطاء التعليمات. إذا we usually begin an instruction with a verb، إذا دائما نبدأ هذه التعليمات التي نعطيها بفعل، لا نبدأ باسم، لا نبدأ بأفعال كما سنرى. we should write instruction in the correct order، أيضا التعليمات هذه اللي نعطيها مثلا التعليمات نجدها في إذا اشترينا تلفاز جديد أو مكنسة جديدة، سنرى التعليمات هناك، قم بهذا ثم قم بهذا ثم قم بهذا. وأحيانا في الطبخ، خطوات الطبخ، قطعي هذا ثم أخلطي هذا وهكذا، نحصلها in order، correct order يعني بالترتيب. instructions contain facts، هذه التعليمات تحتوي على حقائق. so we use the present simple، لذلك نستخدم معها المضارع البسيط to
رايت انستراكشن لكتابة تلك التعليمات، إذا نلاحظ أنها في المضارع كما سنرى وليس في المستمر. We should write a list of all things we need to make a dish. مثلا نريد طبق معين نعمل مثلا وجبة طبق معين. These are called the ingredients. هي مكونات هذه الطبخة مثلا. We should write a list of what to do in the correct order. أيضا نفس الشيء ما سنقوم به يجب أن يكون بالترتيب. To make a dish. These are called instructions. وهي تسمى التعليمات. كما سنلاحظ هنا من خلال أمثلة هي هذه تعليمات نعطيها للآخرين كما نلاحظ من الأشكال. نبدأ بماذا؟ بفعل، والأفعال تكون بدون ing أي في المضارع. ربما إذا ننهي سنبدأ ب don't، مثل نقول للشخص ننهي don't throw rubbish here، لا ترمي القمامة هنا. إذا don't نبدأ بها إذا أردنا أن ننهي. إذا أردنا أن نأمر نبدأ بالفعل مباشرة. لاحظ لا يوجد فاعل مع فعل مباشرة، مثلا put the garbage here. إذا هنا نأمره بوضع الزبالة في هذا المكان. don't smoke here، إذا هنا ننهي لا تدخن هنا. إذا ننهي don't. put medicines out of children's reach and sight. إذا هنا نأمره، هنا أمر بوضع الأدوية بعيد عن متناول ورؤية الأطفال. don't run, don't turn right. هنا ننهي عن الالتفاف إلى اليمين. don't turn right. هنا نأمره بالالتفاف. turn left. التف إلى جهة اليسار. don't stop here. هنا ننهي لا تقف هنا. إذا نهينا نبدأ بدون ثم الفعل، ثم إذا أمرنا نبدأ بالفعل مباشرة. do exercises. قم بالتمارين. walk for half an hour every day. قم بالمشي لنصف ساعة. eat fresh fruit. تناول الفواكه الطازجة. إذا هنا أمر. drink fresh milk. تناول أو اشرب الحليب الطازج. don't drink fizzy. لا تشرب، هنا ننهي لا تشرب المشروبات الغازية. go to bed early. اذهب إلى النوم مبكرا. don't sleep too late. هنا ننهي لا تنام متأخرا. وهكذا هذا نهاية الوحدة الثانية. في أمان الله تعالى.